المطبخ في مهرجان باسم أكلة كذا اللي هي الشوربة. إيش الشوربة؟ عنوان اتخذه مهرجان أردني ليعبر بها عن ثقافة التغيير والفكر الجديد. المهرجان أقيم في عمان بمشاركة أكثر من 200 شاب أردني وعربي، امتزجت طبعا الأفكار من خلال تقديمهم من الفكر والفن وأيضا الموسيقى والتمثيل. فعلا طبعا لاحظ مشاهدين أن اسم المهرجان برز واضحا من خلال تمازج الأفكار وأيضا الطروحات التي خرجت عن نمطية التلقين والمحاضرات والمؤتمرات. التفاصيل أكثر مع الزميل عماد العضايلة من عمان. المذاق المختلف في مزيج يرضي جميع الأذواق الراغبة بنكهة لا تشبه تلك التقليدية المفروضة علينا بالعرف والعادة والتقليد. كل هذا لا يكون إلا بشوربة، ولكن ليس بطبق بل بمهرجان حمل هذا الاسم آخذا من اسمه كل نصيب. 200 شاب قدموا أطروحاتهم بقالب غير تقليدي يعنى بالحياة كما نريد أن نحياها لا كما يخططها لنا البعض. في عندنا 10 حارات بمواضيع مختلفة، من البيئة إلى الابتكار الاجتماعي إلى التكنولوجي إلى ريادة الأعمال إلى الفن إلى أنا أحب الأردن إلى البيئة إلى التصميم. كل هذا حاطينه بالمهرجان وأطلقنا عليه كلمة حلوة نقول نسويه شوربة. شوربة أفكار وإنجازات نخلطها مع بعض حتى نطلع بإشي جديد. المهرجان شكل شبكة عنكبوتية خيوطها صنعت نسيجا رقيقا متماسكا جمع ما بين الترفيه والتثقيف والفن كما يراه مقدموه بعيدا عن التلقين عنوة بل بالإقناع والنقاش بلغة بشرية لا يجوز الحوار إلا بها. مشاركتنا اليوم هون تحت مظلة أو تحت شعار السوشيال إنوفيشن اللي هي الابتكار المجتمعي أو الريادة المجتمعية من خلال أفكار ابتكارية ريادية. الهدف منها إنه نوصل الفكرة، فكرة السوشيال إنوفيشن لها الشباب وللمجتمع الأردني بشكل عام. استفدت أنا كمحمد هنا في كثير وجهات نظر مختلفة وتجارب مختلفة سواء ثقافية أو فنية، بتتيح لي أنا كزائر أني أطلع من منظور مختلف بأكثر من منظور مختلف، وهذا الإشي ممكن يكون حافز لإلي لأتجه بمسار فكري جديد. أول إشي رحنا بدنا نزرع، زي ما نقول بدنا نزرع خصل منيحة بالشباب حتى يكون يجي التغيير من الداخل، بيكون مآمن فيه، يعرف انه هو بيقدر ينجز. هذا التفكير الاستسلامي او التفكير السلبي بدنا نطلقه. 200 فقرة متنوعة تعنى بالتغيير والفكر المتحضر الجديد قدمت من خلال الرياضة تارة وتارة اخرى عبر الموسيقى والرسم والغناء والتمثيل والكاريكاتير، ليجد المشاركون وحتى الحضور ثورة الفكر الشبابي الجديد تنطلق من مهرجان شوربة الذي وضع كل منهم بصمته فيه ومذاقه الذي يشتهيه. التجديد والفكر الجديد في الفن والحوار ونمطية العيش، كل هذا قد يغير من محاور الحياة وسياساتها، وثورة التغيير لا تأتي إن لم تكن ثورة قادمة من الذات. لصباح الخير يا عرب، عماد العضايلة عمان. مشاهدينا وصلنا لفقرة الصحافة.